وكالعادة وكل أسبوع بيكون معانا فقرة أسبوعية عن تربية أولادنا، بنناقش فيها موضوع مهم، موضوع بيهم كل أسرة في المجتمع المصري. النهاردة هنتكلم عن موضوع هام جدا الحقيقة، يمكن محتاجين نعرف إزاي نقدر نطبقه مع أولادنا وإزاي نقدر نعلمه لأولادنا من هم صغيرين. الاحترام، إزاي أعلم ابني الاحترام؟ إزاي أعلمه يحترم والده ووالدته؟ ازاي اقدر اعلمه ان هو يحترم الغير الاكبر منه سنا والاصغر منه سنا؟ ازاي اصلا يقدر يحترم ذاته؟ ايه المنهج التربوي اللي المفروض امشي عليه عشان اؤسس طفل منضبط سلوكيا، ان كان في حديثه وحواره مع الاخرين او في التعامل بشكل عام؟ اسئله كتير جدا نجاوب عليها النهارده مع ضيفتنا في الاستوديو دكتوره رنا هاني، اخصائي الصحه النفسيه والتربيه الايجابيه. صباح الخير عليك يا دكتور. نورنا. صباح الخير يا مصر. صباح النور. صباح الخير يا دكتور. صباح الفل. طيب انا هسألك سؤال كده في البداية، يعني هو يبدو ساذج. يعني ايه احترام؟ لما انا اجي اعرف المصطلح ده علميا، يعني ايه احترام؟ مبدئيا كده احترام هو يعني كلمة شاملة للطريقة اللي المفروض ان احنا نتعامل بيها مع بعض. اولا احترامي لنفسي، معناها احترامي لنفسي ايه؟ ان انا ابقى عارف ايه اللي عليا ناحية الناس، ايه اللي عليا في المكان ده، ايه اللي مفروض اعمله في اي مكان انا فيه ما تخطاش بيه حدود اللي حواليا. واحترامي واحترام المتبادل بقى ما بيني وما بين اللي قدامي، منها طبعا احترام ملكية اللي قدامي، احترام ملكية المكان، احترام الاختلاف اللي ما بيننا، قبول كل ان احنا مختلفين عن بعض. كل ده يعني هو الاحترام معنى شامل للتعامل ما بين الناس وتوقعي لتعامل الناس ليه. طيب امتى بقى اعلم طفلي معنى كلمة الاحترام دي؟ احنا متفقين ان التربية دي عملية تدريجية. صحيح. مفيش قيمة، الاحترام ده قيمة، قيمة في حياة البني آدم. فمفيش قيمة بتتعلم ما بين يوم وليلة. فاحنا بنبدأ امتى؟ بنبدا من اول ما الطفل يتولد، يعني اول ما لسه مولود، من اول ما يتولد. ازاي بقى؟ بان انا ببدا بنفسي. شوف انا وانت كنا بنقول ايه قبل الهوا على طول. ببدا بنفسي. التصرفات، الطفل عامل اول ما بيتولد بيبقى عامل زي الكاميرا، بيتولد كده ينزل يقعد يصور يلقط احنا بنعمل ايه. في ربنا خلقنا بجزء هنا الناصيه ده، في حاجه اسمها ميرور نيورنز او مرايا عصبيه. دي بتعمل ايه؟ بتعمل ميرورنج للي قدامه، او بتعمل تصوير، تقليد، محاكاة لتصرفات اللي قدامي. فالطفل أول 6 سنين في حياته بيعمل محاكاة لمين؟ ما بيشوفش غير أبوه، بابا وماما. بالظبط. البيت، فهو حتى في المدارس بيعرفوا الطفل ده بيته عامل إزاي من سلوكه بره البيت. فببتدي أنا بنفسي في تعاملي مع الآخرين، الأب والأم تعاملهم مع بعض بيتكلموا إزاي، صوتهم عالي ولا لأ، اللغة المستخدمة في البيت فيها إيه. يعني إحنا أول ما الطفل بيتولد بنبدأ نحاسب على كلامنا، يعني ما نقولش كلمه كده او كلمه كده، بنتخيل ان هو لا ده مش فاهم حاجه ده، ولما يقلد مثلا نقعد نضحك ونشوفها حاجه لذيذه. ان هي حاجه بتتحفر جواه وبتفضل تدريجيه تبني ورا بعض لحد ما تكبر في شخصيته، تتشكل في شخصيته. لا، ولما بنضحك كمان يعني الطفل بيبقى فاهم دي حاجه حلوه فبيزود بقى، يعني حاجه لذيذه بقى بيتفنن. نيجي بعد شويه، بعد كام شهر بقى، لما نحس الموضوع اوفر نقول له لا ده كده عيب، ما ينفعش تقول كده، فاحنا كده بنلخبطه. اذا كان احنا بنقول كده وضحكنا لما هو قال كده، بقى عيب منين بقى؟ خلاص، ايه اللي حصل؟ ايوه، ايه اللي اتغير؟ طيب دكتور، يمكن يعني انا مع حضرتك انه الطفل بيكون مرايه لاسرته، لكن في عوامل تانية، يعني في مدرسه. صح. في مجتمع، في محيط، في قرايب، في صحاب، في حاجات كتير جدا. ازاي اقدر ان انا اسس طفل قادر ان هو يواجه العوامل التانية دي وهو عنده مبادئ ثابته؟ يعني دي صعبه برضو. طبعا طبعا. اول حاجه انا لازم اقبل، زي ما انت قلتي بالظبط، فكره ان انا اقبل ان مش انا العنصر الوحيد المؤثر على ابني. صحيح. اول 6 سنين دول ان شاء الله يكونوا بتوعي. يعني على قد ما نقدر بيبقى النسبه الاكبر دول بتوعنا. احنا من 6 ل 12 سنه بيبدا بقى يلقط من بره. بعد 12 سنه ايه اللي بيحصل؟ بنبقى احنا البيت اللي اصلا هو ما بيتاثرش بينا، هو بيحاول يتاثر باللي بره وباصحابه اكتر. فأول حاجة زي ما قلنا أنا ببدأ بنفسي. تاني حاجة ببقى يعني هم صغيرين شوية، بنقول إيه لا ده لسه صغير، يعني إيه بنفوت له شوية، يكبر شوية نقول معلش هو دي طبيعة سن. فإحنا مهم إن إحنا نبقى مركزين في كل مرحلة. الصغيرين نعلمهم يعني إيه احترام ملكية،
دايما بيلوموا على التربية الإيجابية ان احنا بنسيب الطفل يستكشف ويجرب نفسه وما عرفش ايه، بس ده بيبقى مضاد ليه؟ لاحترام الملكية. لازم في هو ده مش مضاد لمبدأ شيرينج از كيرينج اللي هو ان احنا نتشارك في شعرة في شعرة في كل الحاجات، شيرينج از كيرينج، بس انا لازم ابقى معلمة طفلي ان حاجتك وملكيتك دي بتاعتك، لازم ابقى مدياله بدائل. يعني في مثلا احنا جاي لنا ضيوف، ابني عنده 5 سنين وانا عارفة ان هو هيتخانق على اللعب، قبل ما الناس تيجي اتكلم معاه واعرفه ان شيرينج از كيرينج وان في ضيوف هيجوا عندنا. ايه اللعب اللي انت رافض تماما ان حد يشارك فيها؟ تعال نشيلها من دلوقتي. ايه اللعب اللي تقدر تلعب بيها مع اصحابك؟ انا كده عملت ايه؟ انا قلت له ملكيتك دي بتاعتك وانا محترمة جدا ملكيتك. احنا هنا قلنا ملكيتك دي بتاعتك، في احيانا وانا بربي ابني على ملكيتك دي بتاعتك، زي ما قلتي في بعض الاسر بتربي اولادها على برضو اللي انت لازم تاخد حقك وما تسيبش حقك، وده علشان اخده بيربيه احيانا على اللي انت الند بالند للشخص الكبير. وهنا بنفتقد احيانا احترام الاكبر سكنا، صح؟ فازاي برضو دي شعره ازاي اللي احنا نتفادى الوقوع في هذا الخطا. هو طبعا حقك، انا اصلا معترض على فكره ان ده حقك ولازم تاخد حقك ومعرفش ايه، لان هو مش بالعنف ومش بالزعيق ومش لو حد كبير يبقى لازم انا ابقى اللي في ظهر ابني، ابقى معلماه ان انا هساعدك ان انت تاخد حقك. حصل موقف في المدرسه مثلا يبقى انا في ظهره، امرنه في البيت. يعني من الحاجات اللذيذه قوي اللي بنصح بيها دايما الاهالي ان احنا نعمل رول بلاينج او اللعب التمثيلي، تبادل الادوار زي مسرحيه. زي المسرحيه، احنا قاعدين في البيت، طب انت بكره هتروح تقول للميس بتاعتك ان انت مثلا اتكسفت لما هي قالت لك كذا قدام الناس، هي احرجته مثلا ولا خدت حاجه، وات ايفر يعني ايه الموقف، تعالى نشوف هتقول لها ازاي الكلام ده باحترام، هتعبر عن نفسك ازاي، هتطلب ايه، هتتمنى ايه المره الجايه. صحيح. في حاجه من بنساعد بيها الاطفال يعبروا عن نفسهم اسمها اي مسج او رساله، انا اسمها اي فيل، انا حسيت بالاحراج مثلا، وين لما ده حصل، واتمنى المره الجايه يحصل كذا. دي تول او اداه، دي نقطه مهمه جدا، بس لازم الطفل يكون واعي اصلا اللي هو حاسس بايه وقادر يوصل الكلام. طبعًا. ده بعد بقى تاني اصلا. بس خلينا قبل ما نروح للنقطه دي، الموضوع كبير قوي، قبل ما نروح للموضوع ده خلينا نروح بقى نشوف الناس في الشارع شافت ازاي ان احنا ممكن نعلم اولادنا الاحترام. كاميرا صباح الخير يا مصر نزلت الشارع وسالت الاباء والامهات ازاي يقدروا يربوا اطفالهم على قيمه الاحترام. خلينا نشوف مع حضراتكم قالوا ايه. للتربية عدة مفاهيم واتجاهات، منها الجانب الإيجابي، وبيقول فيه كتير من التربويين كن لابنك وهو طفلا معلما وصديقا حين يكبر. ولما بنتكلم عن التربية بمبدأ القدوة يقال إن الأطفال بيحتاجوا إلى نماذج أكثر منهم إلى نقاد. النهاردة مع حضراتكم هنطرح السؤال الأهم، إزاي نأسس لجيل بمفهوم تربوي سليم يحترم الأبوين والكبار؟ ازاي نأسس لجيل بيحترم الأب والأم؟ ازاي نأسس لجيل يحترم الأب والأم؟ احنا فعلا بنتكلم في نقطة يعني أساس المستقبل كله، يشوف الأب والأم دولت هما ايه بالظبط، ان هو بيشرب منهم. الولد أو البنت بيطلعوا بيحترموا أبوهم وبيحترموا الكبير. والله أهم حاجة اللي أنت توصل له اللي هو لازم يحبك الأول عشان خاطر يحب ايه؟ الحياة معاك، أو يحب الصغير أو يحب الكبير، لازم تهيأ له المعيشة دي. ازاي نأسس لجيل بيحترم الأب والأم، بيحترم الكبار بشكل عام؟ ان احنا نصاحبهم ونقرب منهم ونبقى معاهم. الأطفال دلوقتي ما بقوش زي زمان، اتعامل معاهم بطريقة أدمية، يعني ان هو كبير يقدر يتحمل مسؤولية. البنت بنبقى أصحاب، بس بنبقى أصحاب لدرجة يعني ملوفة ان هي مروحة عشان تحكي الحاجة اللي هي عايزاها. طبعا اكيد المعاملة لها حاجة مهمة جدا، بتحسسه ان هو لازم يكون واثق في نفسه، اول حاجة، وله هدف. ازاي تعرف انك ربيت؟ عنده مشكلة يجي لي كده على يا بابا يا ماما، ما ممكن يكون مصاحب مامته أكتر مني، ما شيء ما يزعلنيش. يعني مثلا لما ألاقي ابني شوية بيفكر وبيقول لي
ما بيندفعش، ما بيقولش، ما فيش اندفاع، ما بيقولش اللي هو عاوز يقوله. يعني انا مثلا كتير اقول له انت ليه، ما يقول لي لا اصبري، لا هتشوفي بعد كده انا هعمل ايه، هتشوفي بعد كده هتصرف ازاي. بتبدا اللي انت مثلا من نظره، مثلا ابنك بيبدا يعرف اللي انت ده غلط ده صح من اللي انت بتبص له بتكلمه. والله انا لما بلاقي ابني مثلا في الشارع بيلاقي واحد كبير كده وبيحترمه وبيقف جنبه وبيساعده وبتاع، فبعرف ان هو كده انا وصلت للي انا عايزه، يعني ان هو بقى كويس. يعني محبتك للناس دي لوحدها كفايه، بتحس ان هو فعلا انت الحمد لله عرفت تربيه كويس، وتوفيق من عند ربنا اكيد. يعني إجابات كلها خارج التوقعات، بس لفت نظري هنا يا دكتور فكرة كان في حد من المواطنين بيقول لك اللي أنا أصاحب ابني، صح. هل أنا لما أصاحب ابني ده يعزز في ثقافة الاحترام؟ نفس النقطة اللي كنت عايزة أعلق عليها، لأن هنا في شعرة إحنا لازم نصاحب ولادنا، والجيل ده إحنا مش العلاقة ما بيننا مش رأسية، العلاقة أفقية وإحنا أصحابهم وعارفين عن حياتهم ومتداخلين جدا، بس في شعرة بقى الاحترام فرق اللي هو أنا صاحبك بس ما تتخطاش حدودك، لازم ابقى انا في الاخر انا سوبيريور، او انا ليا في اوقات هيبقى انا اللي كلامي هيمشي. في ناس الفكرة اللي انا صاحب حد حتى في العمل، احيانا لو انت صاحبتي حد اقل منك شويه في العمل بيفتكري طب خدي اقول لك بقى، بينسى خلاص بقى احنا بقينا صحاب، فبينسى فكره الاحترام المتبادل اللي موجود بينا. هو ده متوقع جدا على فكره انه يطلع، فانا اعمل ايه بقى لما ابني يرد عليا يتعصب؟ بس هو زعلان وغضبان جدا من حاجه، مشاعرك مقبوله وده قلناها قبل كده كتير، كل المشاعر مقبوله، بس الطريقه رد عليا بطريقه وحشه، رزع الباب ومشي، ساعتها بقى ايه؟ ما اقولش اصل هو مشاعره مقبوله، اصل بتوع التربيه الايجابيه بيقولوا مشاعره مقبوله. هقولها لك يا دكتور، مشاعره مقبوله امتى؟ ما هو مشاعره مقبوله بس ردود الافعال لا. ما احنا المشكله ان احنا بناخد كلمه ونطبق غلط. مشاعرك مقبوله بس طريقه كلام دي لو بيتكلم معايا بطريقه مش مقبوله اوقف الحوار تماما، بس مهم ان انا ما ردش عليه بنفس الطريقه. الغلطه اللي بنقع فيها ان هيزعق فاروح مزعقه، اقول له ايه قله الادب دي، ابدا اتجاوز انا في الكلام علشان ايه اوقفه؟ لا، انا اوقف الحوار وانسحب، اقول له انا رافضه تماما ان احنا نتكلم بالطريقه دي، ده مش مقبول بالنسبه لي، واضح ان انت غضبان فانا عملت له اقرار لمشاعره، بس طريقتك مش مقبوله، لما تهدى هنتكلم. الكلام ده بيبدا من امتى؟ بلغه العين ده، صح؟ ازاي نظره يعني هو بيتكلم على تبريئة. لا والله بشوفها كتير قوي، اللي هو بحس اللي هو يا حرام انت بترعبه، يعني هو ما بيتكلمش، هو كل اللي هو بيعمله بس نص. على فكره اعتقد انه برضو يعني في فرق بين الخوف ان الطفل يبقى مرعوب مني وخايف مني وخايف ان انا اذيه او في فرق بين انه نظره توقفه، اعرف ان انت بتغلط هنا، انت تخطيت حدودك هنا بقى. لما بيبقى متعود في البيت كذا مره ان انا لما بيحصل موقف انا مش بهينك، مش ببهدلك، مش بهزقك، بس انا برفض الموقف وباخد موقف، صحيح، فهو بيبقى عارف ان هو خلاص انا وشي مثلا بان عليه ان انا متضايق. هو مش لازم على فكره يبقى خوف فعلا، بس صحيح. هو عارف حدوده بقى، عارف يعني انا ابني 10 سنين الكبير وانس هو داخل بقى على المراهقه، فوانس ان هو ايه نسي نفسه شويه في الكلام، فانا بوقف كلام خالص، اقول له انا رافضه يا انس ان انا اكمل، طب ردي عليا، طب لا انا مش موافقه ان احنا نتكلم، ممكن تهدى او انا هدخل اوضتي اهدى شويه ونتكلم مع بعض. طب لما نرجع نتكلم مع بعض هل انا هنفوت كده؟ لا، احنا واحنا الاثنين هادين نرجع نتكلم في قيمه الاحترام، اقول له ان ايه ازاي المفروض نكلم الكبار وايه الغلطه اللي حصلت وايه البديل، واخليه يفكر معايا. ما هنا يا دكتور اعتقد ان ده راجع لاصلا العلاقه بينك وبين ابنك ما شاء الله، لو هناخدها كمثال، يعني ان هو الولد نفسه بيحب امه محترمها، ودي نقطه مهمه جدا ان هو يكون محترم سواء باباه او مامته. طيب هسالك على حاجه تانية بقى بنسمعها كتير، انا سمعتها اكتر من مره بصراحه. انا ابني لازم يكون عنده شخصيه والدنيا صعبه ولازم يكون قادر ياخد حقه، لو حد ضربك اضربه، لو حد تطاول عليك ردها له. الجمله دي بتموتني الصراحه. المشكله المفاجاه ان احنا بنأذي اول حد بيتأذي بالجمله دي هو اولادنا. لما ابني يجي يقول لي مش عارفه مين ضرب، لو اتضربت تاني انت حر، اللي يمد ايدك واقعد بقى ابذع يعني حبيبي. ايوه يعني يا حبيبي اتضرب وتعاقب. ايوه يعني ليه الرعب؟ طيب ما مش هيقول لك تاني. اللي بيحصل ايه بقى؟ هو ممكن يضرب مره، المره اللي بعدها ممكن يجي حد اكبر منه، حد جسمه يعني مالي عنه مثلا، يعجنه
فانت ايه اللي حصل؟ بزرع فيه سلوك عدواني. انا بزرع فيه كده ان هو اخد الحق ما بيحصلش غير بالعنف بالدراع، مع ان الحق بيجي بمليون طريقه. ولو الطفل الاطفال عامه يعني مش بيضربوا او مش بيتطاولوا، عشان الناس تقول لي ايه يعني ابني يبقى هفق يعني ومش عارفه، لا هو انت ابنك لو واثق في نفسه، بنقول نلعبهم رياضه دفاع عن النفس. ليه؟ ان هو بيبقى عارف من جواه ان هو انا لو عايز ارد هرد، انا سريع، انا مش خايف. هي الفكره كلها على فكره في دماغ الطفل واحساسه من جوه، انا خايف ولا انا موقف بمزاجي، انا بلحق امسك ايدك وابص في عينك وافرد ظهري كده واقول لك ما تمدش ايدك عليا تاني. اللي قدامه طفل بديهي الفايبس هتتنقل، هيعرف ان اللي جاي وحش فخلاص انا وقفت، هيعرف ان اللي قدامه مش خايف، مش فريسه سهله للتنمر، غير لما ابقى خايف واقول له ايه انا يضربه مره فياخد على دماغه المره اللي بعدها. هو اغلب اللي بيعتدي على الشخص الاخر هو بيكون لمس ان هو من جواه في ضعف بالظبط، لكن هو بالزبط. لو عارف ان هو هيكون رد الفعل اقوى من الفعل نفسه مش هيروح بالزبط. للفعل اللي هو بيفكر فيه. بيبان على الطفل اللي واثق في نفسه واللي مش خايف، بيعرف يوقف ويعرف ياخد حقه. لكن فكره ان انا اللي يضربك يضربه دي بعد شويه هيبقوا مراهقين، مش هنعرف نلمهم من الخناقات. صحيح. هيبقى طول الوقت حاسس انه انا لازم اخد حقي، يعني في الـ في الـ في الحق واللي مش حق بقى هيبقى طول الوقت عنده غضب من جواه. في فتره في الشغل هيبقى الموضوع كارثي. بالظبط بالظبط. مديري مش هقبل ان انت تعلي صوتك عليا، مديري مش هقبل ان انت تكلمني بالاسلوب ده حتى لو احنا في ظرف طارئ. بالظبط. يعني احنا نعلم الطفل ان هو انت بترفض الاهانه، احنا ما بنضربكش في البيت. ما هو برده ساعات الناس اللي بتقول اللي يضربك يضربه، هم اساسا بيعجنوا العيال في البيت وبيضربوهم طب ما هو منين اللي يضربك يضرب؟ هو لازم يبقى عارف انا جسمي ده مكرم جدا، مش من حق حد يمد ايده عليه، فبالتالي هو هيعرف يدافع عن نفسه. سيبوهم، مفيش كلمه معينه لازم تتقال، سيبوهم. لما يجي يقول لك ان ضربت بنت حسيت بايه؟ اتضايقت قوي، طب ممكن تدافع عن نفسك ازاي؟ سيبوهم هم يطلعوا افكار لايقه على شخصيتهم مش على شخصيتنا. لا ده غير بقى الاهالي اللي بتتدخل. جروب الماميز النهارده احمد ضرب عبد الرحمن. لا مش انت. طيب دكتور، ازاي اقدر اربي طفل قادر ان هو يقيم موقف تقييم سليم، ان كان الموقف ده بالنسبه له موقف سلبي او اساء اليه او قل من احترامه، او حتى العكس ان هو ما تصرفش صح، قل من احترام اللي قدامه او زي لسه مش بقول لك من شويه ايه، احنا نسالهم لما يغلطوا ولا لما يحصل اي موقف، ما بقاش انا اللي بحل وانا اللي بعاقب وانا اللي بجري على المدرسه اعمل ولا على التمرين ولا على جروب الواتساب اتخانق. اقعد معاه واقول له اللي حصل ايه، طيب انت ايه رايك، تقييمك. دايما نقعد مع الولاد في اي مشكله او اي موقف كبير او اي كمان ايه موقف حياتي، احنا شفنا خناقه قدامنا مثلا ماشيين بالعربيه شايفين خناقه، فرصه بقى اتكلم معاه انت ايه رايك، طب هو الراجل ده على صوته مثلا في المكان ده، طب هو ينفع كده، طب كان ايه البديل. فانا طول الوقت ايه بعمل، بخلي الطفل يدخل في دماغه المواقف، يعمل لها ايه زي بروسيسنج او المخ قاعد بيشتغل على الموقف فبيطلع اند ريزلت او بيطلع نتيجه وهو ايه هادي، غير لما يبقى في الموقف نفسه. فلما يتحط في الموقف نفسه مخه عنده افكار كتير، احنا متكلمين كتير، شايف قدامي حاجات كتير وعارف الصح من الغلط. فانا لما اتحط في الموقف اقدر ايه اقيم. ودايما نبقى عارفين ان الطفل، مفيش طفل في الدنيا بيمشي وان واي، مش اللي هو مش انا علمتك يا ابني، مش اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده، هو مره هتظبط ومره لا. الغلطات هي فرصه بجد ذهبيه، في جمله كده بنقولها في كل كتب التربيه، الغلطات فرصه ذهبيه للتعلم. هو هيتعلم طول ما هو بيكبر بيتعلم. ففي مره هتنبهري بطريقه حله للمشكله، في مره تانية هتحسي ان انت ما عملتيش اي حاجه في حياتك. لا ده غير كمان انه مش فكره ان انا انقل خبراتي لاولادي او تبقى كل خبراته معتمده على خبراتي، دي عمرها ما هتحصل. صح. هو صح. لازم يمر بخبرات، حتى لو انا قلت مش انا قلت لك ده اللي هيحصل. أيوة. مش انا قلت لك، لا هو لازم هو اللي يشوف مهما قلنا. صح صح. لازم دكتور. هو يترجم الحاجات بمفهومه هو. في نوع من انواع التدريب اللي انا اقدر من خلاله اعدل سلوك طفلي في حاله انحرافه عن مسار احترام الاخرين؟ هو مش تدريب، هو عملية تدريجية، بس احنا بنعملها ايه؟ يعني الصغيرين بنستخدم الحواديت اللي نهايتها مفتوحة. يعني ايه؟ يعني قبل النوم، علميا قبل النوم هو اكتر وقت بيتخزن فيه المعلومات في دماغ الطفل. فاحكي قصة وادخل فيها حد رد بطريقة وحشة على التيتشر بتاعته، او ولد اتعصب فرمل حاجات من على الترابيزة وروح برضو سألاه، طيب ايه رايك في الولد ده او في القطه دي لما عملت كذا، طب هي المفروض تعمل ايه. فبالتالي انا هخلي الطفل يطلع بحل،
تاني حاجة هيتخزن الحل ده في دماغه، فأنا وصلت له المعلومة بطريقة غير مباشرة كأني دربته عليها، حط في الموقف هو هينفذ الحل اللي فكرته من غير ما أقعده كده على الكنبة جنبه وأقول له إيه المفروض تعمل، واحد اتنين تلاتة. المحاضرات طريقة فاشلة في جميع الأعمار، ما بيسمعوهاش، مملة جدا، مملة جدا، ومخلص هو بيزهق، ما بتتخزنش في دماغهم. فأنا أعمل حواديت، أعمل رول بلاي، نجيب الصغيرين نجيب لهم الحيوانات وهم بيلعبوا مع بعض، نمثل إن في واحد ضرب التاني فنسأله كده، فيعني نخليه هو يحل الموضوع كله عن طريق اللعب. القيم بتتغرس اولا بينا احنا لما بنعيشها فعلا وبنمثل لهم ازاي المفروض هي تتعمل، وايه ديورينج حياتنا كده بالكلام معاهم وباللعب مش بالمحاضرات. صحيح، مفيش حاجه بتيجي بالعنف، والعنف عمره ابدا ما بيكون وسيله تربويه في اي وقت ولا اي عمر من اعمار ولادنا بشكل عام. يعني دكتور رنا هاني اخصائي الصحه النفسيه والتربيه، بنشكر حضرتك فندم على وجودك معنا في صباح الخير. ميرسي، شكرا.